تم سب 4600 حوالة نتاع 10000 دينار اللي هي نتاع قفة رمضان. إذا مجموع القفة اللي حد الآن هي 6800، علما أننا دخلنا مرحلة ثانية وهو إعادة الإحصاء والتدقيق في القوائم تاعنا، باش لو كان يكونوا كاينين الناس اللي هما منسيين ولا الناس اللي ما تسجلوش نزيدوا نعطوهم القفة تاعهم.